أحمد الله إليكم وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وآله. وبعد، فإنه حبيب إلى نفسي أن أرى هذا الحشد من شباب أمتنا يحضوه إلى هذا المكان، إيمانه بربه وحبه لنبيه ورغبته في أن يعز الإسلام وأن يرفع لواءه وأن يعترض قوى الشر التي تناوشه. إنه حبيب إلى نفسي أن أرى هذه الوجوه الناضرة بقوة الإيمان التي حثت الخطر إلى هذا الجمع كي تسهم بعواطفها وأفكارها في جعل أمتنا باقية على الوفاء لدينها وتراثها وإن كره الكارهون وإن ضاق بذلك الذين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. أيها الإخوة، حديثنا الذي رتبته إدارة المعسكر في فقه السيرة، وكلمة فقه هنا تعني الحقيقة اللغوية، إنها لا تعني مجموعة أحكام عبادية أو أحكام تتصل بشرائع المعاملات، ولكن كلمة فقه يقصد بها معرفة سر الحادثة أو كنه القضية أو ما وراء المشاهد القريبة. فالفقه هنا أن نغلغل البصر فيما نقرأ من سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام وفيما نسمع من حياته، من أنباء حياته، ثم نعرف الأسباب والحقائق وراء ما نقرأ. وأمتنا محتاجة إلى هذا احتياجا شديدا، لأن عصور التخلف التي تنتاب الأمم المتدينة تجيء من تحول الدين إلى مراسم وأشكال وإلى صور ومظاهر، تجيء من تجاوز الناس للباب وتعلقهم بالقصور. ولذلك فنحن نريد أن نعود إلى ديننا في حقائقه ونفقه ما وراء الحوادث التي تساق. العيب في دراسة التاريخ أننا أحيانا نطالع صفحات التاريخ لنقرأ أنباء الانتصارات والهزائم وأخبار الوفيات والمواليد، ولكن التاريخ شيء آخر وراء هذا الظاهر. هذا الشيء هو أن تعرف ما المقدمات التي انتظمت حتى انتهت بالنصر أو بالهزيمة، ما هي العوامل التي تجمعت فجعلت فترة من فترات التاريخ تزهر وتثمر، وفترة أخرى تجدب وتقشعر ولا ترى في جوانبها ما يشرح صدر أو يسر عينا. إننا نريد أن ندرس سيرة نبينا على هذا الأساس، وأن نعرف أيضا كيف ندعو إلى دينه. إن بعض الكتاب الأجانب كان أقرب منا إلى فهم نبينا، برنارد شو أديب إنكليزي، وهؤلاء الأدباء
الذين لمعت أسماؤهم وغزر إنتاجهم كانوا نابهين بجدارة. وعندما قرأت الكثير لشو أدركت أن الرجل ليس ممن أبرزتهم حكاية أهل الثقة وأهل الخبرة، وأن أهل الثقة يقدمون على أهل الخبرة. لا، الرجل تقدم بكفايته وقهر كل العوائق التي تعترضه ونجح. خبير بالرجال يقول: لو كان محمد موجودا لحل مشكلات العالم، بتعبيره وهو يتناول فنجانا من قهوة. هذا التعبير للأديب الإنجليزي أقرب إلى فهم محمد الإنسان، محمد الملهم، محمد الذي يحلل القضايا المعقدة إلى بسائطها الأولى، ثم يستطيع عن طريق هذا الفهم الواعي الناضج لكل شيء أن يأخذ بنواط الناس إلى الكمال، وبأعناق المجتمعات إلى النجاح والصعود. ولذلك فنحن نحب أن نعرف كيف دعا نبينا إلى دينه من خلال السيرة، فإن مسلك الإنسان أدل شيء على سياسته. إن حياة امرئ ما على نحو معين دليل واضح على الأسلوب الذي اختاره في حياته. ولذلك فنحن نتابع سفره وإقامته وصحته ومرضه، نتابع حربه وسلمه، صداقته وخصومته، نومه ويقظته، استجمامه وعمله. نتابع حياة هذا الإنسان العالي الذاتي كي نعرف من خلال النظر فيها كيف نجح في تكوين أمة من الصفر، وكيف استطاع أن يجيء إلى أمة يمكن أن يقال بلغة عصرنا إنها أمة من العالم الثالث، بل أمة يمكن إذا كان العالم الثالث يقسم أثلاثا فهي في الثلث الأخير. استطاع أن يجيء بكل ما آتاه الله من مواهب وأفاء عليه من أفضال أدبية ومادية أن يقود هذه الأمة ويدفع بها إلى الأمام لتكون الأمة الأولى في العالم، ولتظل الأمة الأولى في العالم لا سنة أو سنتين أو قرنا أو قرنين، بل قرابة 10 قرون من المواريث التي تركها، من السنة التي رسمها، من الطريق الذي وضحه. ولذلك أنا أرفض أن ينتسب إلى الإسلام شخص غبي. ليه؟ لأن دينا قام على التفكير لا يحسن الإبانة عنه إلا ذكي. دين يقول إن الفكر أساس الإيمان، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. دين يفرق بين منهجه ومنهج النبوات الأولى، فيقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري: إنما آمن من آمن من أتباع الأنبياء لما رأوه من خوارق العادات على أيديهم، أما أنا فقد أوتيت وحيا مثلا كتاب. الأساس في نبوة محمد كتاب، والكتاب لا يفهمه إلا فقيه، لأنه كتاب
في قمة البلاغة من ناحية، وفي صياغته دقة تحتاج إلى تأني في الفهم، ولذلك لابد من تدبر وترتيل. تطبيق العملي ظهر في مسلك صاحب الرسالة. أعجبني من بعض العلماء أنه قال إن نبينا عليه الصلاة والسلام أمر أن يقتدي بالأنبياء قبله، قال جل شأنه: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. وقالوا إن تقليد نبي واحد قد يفيد أنه مقبول، لأن المقلد أقل درجة من المقلد، لكنه أمر أن يقتدي بمجموعة الأنبياء بعد أن ذكر الله أسماء 18 نبيا في سورة الأنعام: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريتي داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. إذن هو مكلف أن يجمع في سيرته ما تفرق من ألوان الكمال الإنساني في سير أولئك الأنبياء الذين ذكرت أسماؤهم وأنسابهم، يجمع ما تفرق. ألمع ما في يوسف العفة مع الشباب، ألمع ما في موسى الصرامة مع القوة، ألمع ما في إبراهيم الأناه مع الرحمة، ألمع ما في عيسى أنه نبيل مسالم، ألمع ما في أيوب أنه صبور محتسب. ممكن أن تعرف الأنبياء بأخلاقهم وشمائلهم كما يمكن أن تعرف الصحابة. مثلا معروف في أبي بكر أنه رجل رقيق فاضل، أنه حليم متأني. معروف في عمر أنه شديد العاطفة قوي العزم حاسم في علاجه للأمور. معروف لعثمان أنه حي إلى حد بعيد كريم، والنبل صفة من صفاته التي تورث عنه وتعرف. المهم أنه ما تفرق من الكمالات البشرية في الأنبياء السابقين جمع في خلق نبينا عليه الصلاة والسلام وفي سيرته، لكن مع تفاوت في التطبيق. كيف؟ في تطبيق إبراهيم لأمر الله له أن يدعو للتوحيد وأن يحارب الوثنية، وجد أنه الناس لم يحسنوا الاستماع إليه ولا تتبع الأدلة على النحو الذي شرحته سورة الأنعام عندما تدرج بهم في فهم الألوهية من كوكب إلى قمر إلى شمس. لم يحسن هذا الدليل ولم ينفع معهم، فذهب إلى الأصنام وهدمها.
وعلق الفأس في رقبة الصنم الكبير، وسخر منهم عندما جاءوا فوجدوا أصنامهم جزازات مقطعة ممزقة، وقالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. أفلح إبراهيم في هدم الأصنام، وأفلح في لفت نظرهم إلى أنها لا تملك أن تدفع عن نفسها، لكن حدود هذا الفلاح إيه؟ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. لكن هل تمت هذه الرجعة وامتدت؟ لا، كان الضمير ميت أدركته فحوة عابرة ثم عاد إليه موته. كان ذهن خامد تألق فيه شعاع ثم خفت الشعاع وعادت الظلمة. رجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم، عادوا تاني للضلال، وقالوا له: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، علمت ما هؤلاء ينطقون. قال: فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. انتهى الأمر برميه في النار. إذن الطريقة لم تنتج. ليه؟ لأن العلاج كان في حدود هذا العصر العلاج الممكن. التطبيق في عهد نبينا عليه الصلاة والسلام أخذ جانبا آخر، أو أخذ اتجاها آخر. لم يحاول أن يكسر الصنم بيده، إنما رب الأمة التي تستطيع أن تعقل وأن تفقه وأن تستيقظ وأن تبصر وأن تدرك الحق وأن تتعصب له وأن تكره الباطل وأن لا تطيق بقاءه، وأن تجيء يوما هي التي كانت تعبد لتكسر بيدها الأصنام. يعني خالد بن الوليد الذي كان يعبد الأصنام في مكة، والذي ظل يحارب تحت راية الشرك حتى غزوة أحد، هو الذي أخذ بنفسه سيخا من حديد يهدم به صنم العزة ويقول: يا عزة كفرانك لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك. ما الذي صنع خالدا؟ المنهج الإسلامي، منهج الدعوة كما رسمه محمد عليه الصلاة والسلام. إن هذا المنهج قام على أساس أن محاربة الشرك لا تقوم بتحطيم مظاهره في المجتمع، فإن المجتمع الضال سوف يجيء بمظاهر أخرى. ومن خيبة الدعوة الإسلامية في الهند أن المسلمين في الهند كانوا يذبحون الأبقار التي يعبدها الهنود. لم يجد هذا في نشر الدعوة الإسلامية هناك، بل توقف سير الدعوة، لأن سير الدعوة أنك تجيب عابد العبد وتخليه يتغير عقليا، يتغير نفسيا. قد تقول: هذا يحتاج إلى أمد طويل وماله. ليس المهم أن يكون الطريق، إنما المهم أن يكون موصلا للحق. من أعرق الديمقراطيات في العالم الديمقراطية الإنجليزية. لما؟ لأن هؤلاء الناس رفضوا الانقلابات والثورات الطائشة، وأبوا إلا أن يسيروا مع النمو الطبيعي للأمور، فكانت النتيجة أن استقرت أوضاعهم دستورية دون كتابة، لأنها حفرت في أعصاب المجتمع.
وأصبحوا الآن يعيشون فعلا في ظل ديمقراطية راسخة. الأساس ليس أن يكون الطريق، إنما هل يؤدي أو لا، فإن كان مؤديا فإنه من سار على الدرب وصل. ومن 25 سنة تقريبا قلت هذا الكلام في مقدمة كتابي، في كتاب فقه السيرة الذي ألفته في المدينة المنورة، وأنا أعيش قريبا من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وأتردد بين الحين والحين إلى الروضة المطهرة، وأنظر ببصري لا إلى الرفاة الكامن هنالك، ومع أنني في حياة الغركة ما سجلت هنا كنت أحس أحيانا أني إلى جانب الضريح كالنملة التي تتبحرج إلى جانب جبل شامخ. تضاءلت كثيرا في نفسي وأنا أمام قبر محمد عليه الصلاة والسلام، لكن ما كان يهمني الرفات، بل كان يهمني التراث، التراث، لأن الناس ما عبدوا محمدا، هو لم يبعث ليجمع حول اسمه لفيفا من المعجبين، إنما بعث ليكون ناسا يعبدون الله وتكون صلتهم به صلة التلاميذ بالأستاذ، أو صلة الجنود بالقائد، أو صلة الأبناء بالوالد، أو صلة الأتباع بالشيخ المربي، هذه أو هي مجموعة هذه المعاني كلها. فهذا المعنى هو الذي أحببت أن أكشفه وأنا أتحدث عن نبينا عليه الصلاة والسلام. إن الوثنية اغتالت الحياة البشرية، لكن الوثنية هوان يأتي من داخل النفس لا من خارج الحياة، فكما يفرض المحزون كآبته على ما حوله، وكما يتخيل المرعوب الأجسام القائمة أشباحا جاسمة، كذلك يفرض المرء الممسوخ صغار نفسه وغباء عقله على البيئة التي يحيا فيها، فيؤله من جمادها وحيوانها ما يشاء، ويوم ينفتح القلب الضيق ويشرق الفكر الخامد وتثوب إلى الإنسان معانيه الرفيعة، فإن هذه الانعكاسات الوثنية تنزاح من تلقاء نفسها. ومن هنا كان العمل الأول للدين داخل الإنسان نفسه، فلو ذبحت العجول المقدسة أو نكست الأصنام المرموقة وبقيت النفس البشرية على ظلامها القديم، ما أجدى ذلك شيئا في حرب الوثنية. سيبحث العباد المفجوعون عن آلهة أخرى غير ما فقدوا يوفضون إليها من جديد، وما أكثر الوثنيين في الدنيا وإن لم يلتفوا حول نفض، وما أسرع الناس إلى تجاهل الوجود الحق وربه الأعلى والجري وراء وهم جديد. هذا حق، ربما تقدمت الإنسانية الآن ورفضت أن تعبد صنما محفورا من حجر أو منحوتا من خشب، لكن هناك أصنام أخرى بيقين تعبد الآن، فحب الرياسة صنم يعبده من يعبده ويقدم له قرابين من الجماهير الجائعة والخائفة القلقة المضطربة، وحب المال صنم يقدم له صاحبه الفضائل والشرف والفتاوى الغلط والأحكام الكذب وحب الجاه وأشياء كثيرة جدا، أصبحت أصناما جديدة يعبدها الناس في عصرنا. وما كان هذا يوجد
لو انك بدأت فعلا فملأت النفس الإنسانية بعقيدة التوحيد كما شرحها القرآن الكريم وكما بينها نبينا عليه الصلاة والسلام. إن نبينا أول ما بعث أخذ يوضح للناس معنى التوحيد الكامل. أيها الناس، إن الرائد لا يكذب أهله، والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم، ولو غششت الناس جميعا ما غششتكم، والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون. أخذ يحدث عن عقيدة البعث والجزاء، أبى أن يتمسك الناس بشركاء أو شفعاء أو وسطاء، وقال يا فاطمة بنت محمد اعملي لا اغني عنك من الله شيئا، وقال لاهل بيته لا ياتيني الناس باعمالهم وتاتوني بانسابكم، من ابطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وبدا يشرع عقيده التوحيد لتكون اساسا للسلوك، بمعنى ان التوحيد ليس شيئا محدودا. لا، عندما وجدت من يتوكل على كبير فتشت في نفسي فوجدت ايمانه بالله ناقصا، لانه يؤمن، لانه يتوكل على غني او على قوي او على حاكم او على رئيس، يرى ان هذا الوسيط او الشيء البشري ده هو اللي يمكن يعتمد عليه، بقدر ما في قلبه من خراب ديني كان اعتماده على هذا الوثن الحي وكان توكله. لكن الإسلام يقول لك وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. هنا تجد أن الأمة الإسلامية لما توكلت على الله انطلقت في جنبات الأرض تكذب القوانين العادية للناس، بمعنى الفرس أنفسهم أحبوا أن يقنعوا العرب بموضعهم، قالوا لهم لما خرجتم من بلادكم؟ لقد كنا نؤدبكم إلى زمن بعيد، إلى زمن قريب، كنا نؤدبكم ونرسل عليكم الحملات التي تكسر جانبكم، فتركناكم حينا فطمعتم فينا. لكن هذا الكلام كان حديثا إلى ناس غيرتهم عقائد الإسلام، قالوا للفرس لقد جئنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، احنا جايين بدين آخر، احنا جنس آخر من الخلق بهذه الرسالة التي شرفنا بها. كان معنى التوحيد هنا ظاهر في العقيدة، ظاهر حتى في معاملة الناس لحكامهم. يعني عمر لما لقي رجلا كان في الجاهلية قتل أخاه، وكان عمر يحب أخاه، فقال للرجل اغرب عني والله لا أحبك، وكان عمر خليفة. فقال الأعرابي لعمر يا أمير المؤمنين أكرهك لي يمنعني شيئا من حقي؟ فقال له عمر لا لا. فقال له الرجل اذا لا يأسى على الحب بالنساء الا النساء، يعني كونك تحب تكره دي مسألة لا تعنيني، حبني كرهني ما يهمنيش، انا يعنيني حقي يصلني خلاص. طبعا هو اعرابي جاف، لكن ده يعطيك فكرة عن العلاقة بين الحاكم والمحكوم، أن الحقوق كانت مقدسة
ان الحقوق كانت مقدسة، وبدأ هذا التقديس في ايام كان قيصر فيها يعتبر شبه اله، كان كسرى يعتبر فيها شبه اله، كان الحق الالهي للملوك مقررا في كل مكان. لكن ماذا يصنع الناس لنبي جاء فهدم هذا كله؟ ونقرأ عن العلاقة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين الناس. لما اشتد عليه المرض ذهب إلى المسجد في صحوة من صحوات المرض، لقد انهدمت العافية في بدنه الجلد أمام سطوة المرض العافي، إلا أنه أخذ يحدثهم ويربيهم على عهدهم به دائما وأنصتوا، فإذا هم يسمعون منه عجبا. إنه لما أحس بدنو أجله أحب أن يلقى الله وليس هناك بشر يطلبه بتبعه. إنه تحرى العدالة في شؤونه كلها، لكن من يدري ربما عرض له سهو مما يعرض لبني آدم أو خطأ فجار، وهو الذي يبرأ من الجور وذويه. إذا ليخطب الناس في هذا حتى يستريح ضميره. قال: أما بعد أيها الناس، إني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، من كنت جلست له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه، أي ليقتص منه، يأخذ بحقه مني. ألا وإن الشحناء أي الجدال ليس من طبعي ولا من شأني، ألا يعني من قال شيئا فأنا أصدقه استعجادي. ألا وإن أحبكم إلي من أخذ مني حقا، إن كان له أحلني منه فلقيت الله وأنا طيب النفس. وقد أرى أن هذا غير مغن حتى أقوم فيكم مرارا، إلى آخر القصة. لما أرسل عمر منشورا إلى الأقاليم يقول لهم: أنا لم أبعث ولاتي إليكم ليضربوا جلودكم أو ليأخذوا أموالكم، فمن فعل به شيء من ذلك فليرفعه إلي. قال عمرو بن العاص: يا أمير المؤمنين، أإذا أدب أحدنا بعض رعيته تقتص منه؟ قال له عمر: إي والله لأقصنه منه، لقد رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يقص من نفسه. يثير في عرض الدعوة وفي رسم وظيفة ولي الأمر وفي بيان الحاكم كيف يعيش دين الناس وكيف يعاملهم وكيف يحنو عليهم. هذا شيء ينبغي أن يعرف في سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام، إنه فعلا كان في شخصه وفي مسلكه وفي سيرته حقل التجارب بتعبير العصر الحديث، الذي دارت فيه تعاليم الإسلام كي تقاد الأمة عن طريقه إلى الكمال الفردي والاجتماعي. وهذا هو السر في أن القرآن كان يحدث النبي عليه الصلاة والسلام بأحاديث هي في حقيقتها وفي ظاهرها ليست موجهة إليه، إنها موجهة إلى الأمة في شخصه كي تتعلم منه كي تتعلم منه. خذ مثلا قوله تعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا،
وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. هذا الكلام موجه للنبي عليه الصلاة والسلام، موجه له كما ترى، لكن العلماء عندما فسروا فسروا الظاهر وقالوا اتق الله أي دم على تقواه، ولا تطع الكافرين والمنافقين، ابق بعيدا عنهم على عهدك بهم أو على ما تصنع معهم الآن. واقع أن هذا الكلام مقصود به أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعص الله أو يبتعد عن طريق التقوى حتى يرشد إلى تقواه، فقيل له اتق الله أي دم على التقوى، مثل قوله جل شأنه يا أيها الذين آمنوا آمنوا، هم آمنوا، آمنوا بالله أي دوموا على الإيمان به. هذا تفسير لا بأس به، لكن الواقع عندما نجد آيات كثيرة في القرآن الكريم نجد أن الخطاب كان للأمة لكن وجه له لأنه هو بإمامته وبقيادته الذي ستتبعه الأمة وتتأسى به فيه. وهذا معنى ينبغي أن يعرف كما ينبغي أن يعرف في دعوته عليه الصلاة والسلام أنه كان حسن النظر لطبائع الناس، وهذا كما قال ابن القيم السر في اختلاف إجاباته على سؤال واحد. ربما جاءه رجل وقال له ما الإيمان، فقال للبعض الجهاد، وقال للبعض الصلاة، وقال للبعض بر الوالدين، وقال للبعض حسن الخلق، وقال إجابات كثيرة. إجابات كثيرة سببها كما شرح علم النفس الإسلامي أن النفس الإنسانية تختلف في هذا الشخص عن ذاك، والأوضاع أيضا تختلف في هذا الشخص عن ذاك. ولذلك قال العلماء الذين أدركوا طبائع الشخصيات إن ما يكون عبادة من شخص قد لا يقبل من شخص آخر. بمعنى أنا رجل تعلمت كيف أدعو وكيف أعرض الإسلام وكيف أفتي في جانب من قضاياه وشرائعه، فلو أغلقت فمي وصمت الدهر لكنت عاصيا، لأنه ما قيمة صيامي، لأنني علمت أن أبين للناس معالم الدين. فريضتي شهر رمضان، النافلة التي تتشبث بي في حياتي وتتحول إلى فريضة بعد ذلك هي الدعوة والتعليم. ولو أني اعتزلت أو اعتكفت في مكان فإني أخون بذلك ديني ولا أعتبر طائعا لربي. رجل أغناه الله وكثر له المال فوضعه في خزائنه ووقف في المسجد يصلي آناء الليل وأطراف النهار، لا تقبل منه الصلوات، لأن عبادة مثل هذا وقد وسع الله عليه في المال أن يدرس المجتمع ويتحسس الثغرات الكثيرة فيه ويعمل على سد كل ثغرة تبينت له من المال الذي آتاه الله إياه. وهكذا فإذا جاءني إنسان حج مرتين ثلاثة وعاوز يحج المرة الرابعة نقول له لا، يقول لي ما الإيمان أو ما البر، نقول له ابحث عن بعض الفقراء من المسلمين في الجامعة أو في المعاهد أو في أي مكان وأعطهم هذا المال الذي تريد أن تحج به، فإن بذله هنا فريضة
وبذله في الحج نافلة بعد أن أديت الفريضة، ولا يقبل الله نافلة حتى تؤدى الفريضة. هذا ما ينبغي أن يعلمه الدعاء، أن يتعرفوا الأمور وأن يدرسوا طبائع النفوس وطبائع الأوضاع. إطعام الطعام وإفشاء السلام، يعني هو هيقول إطعام الطعام وإفشاء السلام لساعد يشتغل بياخد له 15 جنيه يا دوبك يكفوه في البيت، إطعام الطعام هو لاجي. إنما يقول إطعام الطعام وإفشاء السلام لرجل كثير المال ربما دفعته كثرة المال إلى أن يستكبر، يقول له لا، أطعم الطعام وأفشي السلام، اتصل بالمجتمع وسلم على الناس ووكل الفقير. دراسة للأشخاص، دعوة هنا ليست كلاما يحفظ ويقال هنا وهنا بغباء، لا، لابد أن تعرف ما هنالك. أنا رجل أكره جدا يعني انني اتعلق بضريح واقول للميت افعل لي كذا، افعل لي ايه؟ الفعل هو الله. تروح لضريح تقول لي ده كلام فارغ. لكن غضبت جدا لان واحد سعودي ودوه في واشنطن فاخذ يحارب الاضرحه، فقال له اللي بعت لي يا اخي وفي هنا ضريح، انت ليه تحارب ايه هنا؟ اين ناس يعيين ناس ماديين يعبدون المال ويسيرون وراء الشهوات ولديهم ما يشغلهم عن الله وعن الآخرة، نريد ربطهم، لكن هو حفظ أشياء ويريد أن يقولها لأنه لا يعرف غيرها. هذا داعية مقصر أو لا يدري ما أمامه، لأنه ما فيش أضرحة، أضرحة ما فيش لك حاجة تتحارب هنا الكفر. لكن بعض الناس لا يدري ما يصنع، في دماغه كلام حس عاوز يطلبه خلاص. هذا ليس دعوة، دعوة تحتاج إلى أن نعرف كيف كان نبينا عليه الصلاة والسلام يتصرف. عندما جاء أحد المفاوضين في عمرة الحديبية، الرسول نظر إلى الشخص المقبل وعرف أنه رجل متدين، فقال لأصحابه اظهروا النسك، اظهروا النسك. ليه؟ حتى اذا جاء الرجل وجد امامه الذبائح التي ستقدم لرواد او سكان الحرم فلا ينطق. وفعلا لما جاء الرجل وكان صاحب نسك وصاحب تدين، خبرة الرسول بالنفوس جعلت الرجل يقتنع، فعاد الى قريش يقول لها ما على هذا تبعناكم، انما جاء الرجل ليؤدي عمره فلم تمنعونه؟ قالوا انت رجل بدوي لا تحسن الفهم، ضحك عليكم محمد. قال لهم لا والله، طريقة دي انا انهض بالاحاديث واحاربكم. قالوا له طب بس اسكت لحد ما ناخذ لنفسنا شيء من الامان او شيء من يحفظ علينا سمعتنا. لكن السبب ان النبي عليه الصلاه والسلام خبير بالنفوس، فكانت دعوته عليه الصلاة والسلام على هذا النحو. يمكن يحتاج الدعاء إلى شيء أنا أنبه إليه، وهو محبة الخلق. تقول إيه يعني محبة الخلق؟ محبة الخلق تقول ما إحنا بنحب الناس. والله لحضر المثل بمحبة الناس مع سوء السلوك من الطرف الآخر حتى تعرف ما هو الحب المطلوب. يعني في غزوة أحد القتال كان ضد المسلمين، وأصيب النبي إصابة بالغة وتدفق الدم من خده بعد أن نزعت سن من أسنانه، ومع ذلك فإنه قال اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. هو كبير القلب، كبير القلب لا يجعله العدوان يخرج عن طبيعته. لكن مش معنى هذا انه شخص غير عادي فيما يتصل بالاخذ والرد، لا،
انما عرف عني ان زي ابنك اذا صدت في الامتحان حزنت وغلبك غلبتك الرقة لمستقبل ولدك وتألمت لما أصابه، هذا المعنى هو الذي كان يغلب على النبي عليه الصلاة والسلام عندما يعرض الإيمان على شخص ثم يأبى الشخص أن يدخل في الإيمان، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتبعه بعينه كأنما يرى صديق له هيقع في الهاوية أو يذهب فيحترق في النار، فهو يتمنى لو أنه هدي ويحزن لأن مستقبله ضاع، مستقبل هذا الشخص ضاع، يحزن له. ومرة جيش من الجيوش كاد يشتبك مع المسلمين، فاستطاع رجل أن يعرض عليهم الصلح وأن يشرح صدورهم بالإيمان وأن يدخلوا في الدين وافرين. كم دعا النبي لهذا الرجل وكم فرح به وكم زين له عمله وكم بين له أن توفير الدماء وحرمان المسلمين من الغنائم والكلام ده اللي بيسعى عليه بعض الناس ده كله محسوب له عند الله في الدرجات والأجور الرفيعة. ليه؟ لأنه الإيمان هنا أو حاجة للنبي عليه الصلاة والسلام كأنها حاجة شخصية له. قد يلمح في بعض الدعاء شيء من القسوة، لا، كان النبي عليه الصلاة والسلام بالغ الرقة، بالغ الرقة، والرقة هنا معها شيء آخر من الصرامة في إقامة العدل، يعني الذي يرق قلبه لحد ما يقول لخادم له أخو أنس بن مالك كان له عصفور عيان، يقول له أبا عمير ما فعل النغير، يعني بيسأل عن عصفور عيان. الرقة التي تبلغ هذا الحد يصحبها أن يقول والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده، وما يقصد لقطع أبوها يده لقطع محمد يده، إشارة لأنه الصلة تقطعت ومحمد أصبح هنا محمد الذي ينفذ حد الله، لقطع محمد يده، لو أنها لقطع محمد يده لصرامة. فكون الداعية يملك فعلا من العواطف ما يجعله يجمع بين المتناقضات، فهو رحيم في مواضع الرحمة وشديد في مواضع الشدة. لا نخلق، لا نخلق. من أسباب هذه متعلم بن أبي طالب أن الجند الذين تبعوه كان فيهم ناس أدعياء، أدعياء كثيرون وهم الخوارج، كان الواحد منهم يعترض على أي تصرف لعلي بن أبي طالب ويأبى أن يطيع الأوامر التي صدرت إليه من القيادة لأنها لا تعجبه، حتى قال علي بن أبي طالب لا رأي لمن لا يطاع، لا رأي لمن لا يطاع. وانتصر معاوية وهو دون علي بيقين لأن جنده كانوا حسني الطاعة له. من أين جاء العصيان في جيش علي؟ قلت إن بعض المتدينين كانوا يتصرفون بشيء من الغباء ويصرون، هؤلاء هم الذين اعترض احدهم النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقسم قسما بين الناس فلم تعجبه القسمة وكان متطلعا الى الظهور وراغبا في ان يبقى هو يعني
المتحدث باسم المصر العليا فقال النبي عليه الصلاة والسلام اعدل، هذه قسمة ما اريد بها وجه الله. كلمة خطيرة، اعدل، هو انا اظلم وما اريد بها وجه الله؟ امال انا ما كنتش اعرف ربي واريد وجه مين اللي هيريد وجه الله؟ الرسول سكت محزونا وغضب، ولكن قال ويحك من يعدل اذا لم اعدل، من يعدل اذا لم اعدل، خبت وخسرت ان لم اعدل. فلما رأى عمر ان الرجل ده كذاب منافق وانه يستحق القتل قال له لا لا يقتل. لما خدوا بالكم من هذا النوع من الناس، نوع قد يكثر القراءة او يكثر الصلاة لكنه يسيء التصرف ويسيء الكلام ويسيء خدمة الإسلام. ومن هنا قلت إن خدمة الإسلام تحتاج إلى الأمرين معا، صدق النية مع الله وإلى سعة الفقه حتى نعرف الأوضاع التي نعالجها وحتى نعرف الأشخاص الذين نتعامل معهم. ولذلك فإن بعض الفقهاء كان فيما يروى تروي كتب الأدب قصة أنا أصدقها. ليه؟ لأني خبير بطبائع النفوس. قالوا كان لأبي حنيفة جار سكير وكان كثير اللغط، يعني يظهر انه شخص فيه ادعاء او فيه تطلع، فكان اذا سكر قال اضاعوني واي فتى اضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري او سداد ثغري. فتفقد ابو حنيفة صوته ليلة فلم يسمعه، فعلم أن قبض عليه فذهب وأخرجه وقال له هل أضعناك يا فتى؟ ودايما يصيح وهو سكران أضاعوني وأي فتى أضاعه. قال هل أضعناك يا فتى؟ فخجل وتاب إلى الله. ده طريق فعله أبو حنيفة ليقود الرجل إلى التوبة. ما ممكن يقود إلى التوبة أو يقود إلى القصاص بأن يبلغ عنه الشرطة ويوديه السجن وخلاص، ثبت عليه الجريمة. لكن أبو حنيفة في هذا كان يشبه نبينا عليه الصلاة والسلام في سيرته، عندما جاءه رجل مخطئ وقال له ارتكبت حدا فأقمه علي، فالرسول قال له صلي معنا وصلى معه. بعد الصلاة تعرض له وقال له ارتكبت حدا فأقمه علي، قال له ألست صليت معنا هذه الصلاة؟ قال بلى. قال إنما غفر لك. الرسول مش مشتري إنه يعني يجرح واحد أو يفضحه أو يخلي في صحيفته نقطة سوداء، ده استمات في أن يرد ماعز، استمات عشان يرده. وقال للي شهد عليه لو يعني مشى ابوه او نفحه، قال له يعني روح عتاب الرسول، قال له يا ليه لو سترته بطرف ردائك كان افضل لك، كان اولى بك. ليه؟ الرسول عنده حنان او عنده رحمه. فهذا المعنى تقدر تعالج به امراض كثيره، تقدر تعالج به امراض كثيره. فهنا ممكن عمل حركه التفاف حول المعصية، ويكون هذا المسلك أوجب ما يكون عندما تكون يديك صفرا من أسباب القوة. وده اللي حدث أيام الهجرة، فيما قبل الهجرة. النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه 19 من 30 من القرآن في مكة، يعني نحو ثلثي القرآن
في مكة، وفي مكة كان الكلام واضحا في أنه يقول للناس ربنا هلكني، فلذلك فادعوا واستقم كما أمر ومن تاب معك ولا تتبع أهواءه، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. فإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. كان كل همه أن يوضح الدعوة وأن يشرح الحلال والحرام وأن يبين ضوابط السلوك الإنساني وأن يرسم القيم العالية والمسر الفاضلة ويحدو الناس كي يجعلوها هدفهم الذي إليه يسيرون ونحوه يتوجهون. فإذا اعترض الناس طريقه وهو يدعو اجتهد في أن يلين قناتهم وأن يحتال بالأدب والحكمة حتى يكفف من شرهم إلى أن هذا المسلمون الآن أحوج أهل الأرض إلى أن يشرحوا الإسلام بالأسلوب المكي. لما؟ لأن المسلمين الآن أفقر أهل الأرض إلى سلاح يصنعونه في بلادهم هم أنفسهم. المسلمين الآن لا يصنعون في أرضهم لا طائرة تمخر الجو ولا مدرعة تمخر البحر ولا دبابة تزحف على الأرض. المسلمون الآن في بلادهم ضعاف. لو ملكوا أسباب القوة فإنه يجب عليهم أن يدعوا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، فكيف وأيديهم فارغة من أسباب القوة؟ إن الدعوة إلى الله تحتاج أشد وأبلغ من أي وقت آخر إلى هذا التلطف، إلى أن أصل إلى ما أريد. وما دمت أريد أن أصل إلى ما أبغي فمن صار على الدرب وصل بيقين. ماذا علينا لو أخذنا نوسع دائرة الذين يعملون للإسلام ويعطفون على قيمه وتراثه وتاريخه؟ وماذا علينا لو قلنا ببساطة الحق دون أن يخرجنا الحماس عن وعينا ولا أن يوقعنا في مصايد ينصبها لنا خصومنا؟ قد يكون هناك ما يثير، وأنا فعلا تستثيرني أشياء كثيرة، ولكن أكتفي في التعليق عليها بقول الحق. حاكم في الشمال الافريقي قال في غباوة واضحة ان الميراث كان قديما للمرأة نصف حق الرجل لان المرأة لم تكن متعلمة، اما الان فحكم القرآن اصبح رجعية. هو حاكم مغفل وجهول ولا يحسن شيئا الا هذه الجراءة على ديننا. انا اذكر للناس أن الرجل جاهل وأنه دعي وأنه لا يتحدث باسم الإسلام وأن كلامه هذا إنما هو لخدمة القوى المناواة للإسلام. ووسع دائرة العارفين بالإسلام المحبين لقيام حكمه حتى يكونوا الرأي العام، وده اللي فعله نبينا. نحن عندما ندرس سيرة نبينا كما قلت ينبغي أن ندرسها فقها لسيرته،
وليس ترديدا لبعض الحوادث التي تلمع في حياته، لا، ينبغي أن ندرس هذه السيرة لنعرف كيف كان يلقى الوفود، كيف كان يعرض على الناس. جاءه رجل يوما وهو في المجلس مع أصحابه ولم يكن متميزا على أصحابه في شيء، أيكم ابن عبد المطلب؟ فأشاروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أنت ابن عبد المطلب، هي نبي عبد المطلب، الله أرسلك إلى الناس. نعم الله أرسلني إلى الناس. وبدأ يتحدث مع النبي على هذا النحو ويعلمه النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام. في بعض الروايات لنفر من هؤلاء الناس والنبي عليه الصلاة والسلام يحدث انه ايه اللي علي، يقول له يعني 5 صلوات في زيادة، لا الا ان تتطوع. رجل في الاخر قال والله لا ازيد ولا انقص. قال افلح ان صدق، وما قالوش ده جدل اللي يسيب السنة تتقطع، يقطع خده من الكسوف يوم القيامة والكلام الفارغ ده، لا ما قالوش كلام منه، مالوش اصل الكلام. افلح ان صدق، قد الفرائض، ها افلح ان صدق. لكن احنا صلتنا بالنبي عليه الصلاة والسلام سطحية. من الغرائب في صلتنا بالنبي عليه الصلاة والسلام اننا احيانا نتحمس ونحصد مجموعة من مشاعر الغضب وراء رأي فقهي، ترى هل هو سنة النبي اولى؟ بمعنى افرض مثلا انه واحد حط يده على ذنبه ما لم يغسل يديه، او مثلا قرأ الفاتحة بدون بسملة مثلا، او الفقهية في هذا مختلفة. البعض يقول لك ده السجل سنة والبتاع القبض سنة، والبعض يقول لك البسملة جزء من الفاتحة، في خلاف كبير بين العلماء، والبعض يقول لك ليست من الفاتحة بتة ولا من أي سورة من القرآن. وفي مكة أنا قعدت هناك هذه 9 شهور قعدتهم هناك، ما سمعت الإمام في الحرم جهر بالبسملة يوما، لأنهم ماشيين على مذهب المكيين أن البسملة ليست من الفاتحة، وده رأي فقهي. المهم في الخلاف الفقهي ده انه ما فيش بأس عند بعض المصريين هنا انه يعمل مذبحة كلامية او يمكن يحولها الى معركة وشجار دموي في خلاف فقهي من هذا النوع. طب هذا الخلاف الفقهي خلاف فقهي، اجمع المسلمون على ان من اخطأ فيه فله اجره، له اجر لأنه مجتهد له أجر، أو مقلد تبع مجتهدا له أجر. ومع أننا لا نعرف من المخطئ ومن المصيب في هذه الموضوعات لأن الأدلة متعارضة. في الوقت الذي ترى بعض المسلمين تضطرب عليه الأمور ويعمل شجار غليظ أو خفيف في هذه النواحي، لا بأس لديه أن يكذب كذبة ولا ده كذبة أبيض، أو يغتاب رجل بكلمة، أو لا يجيد عملا وكل إليه، أو يلغو بأشياء لا معنى لها، مع أنه بإجماع المسلمين أن هذا لا يجوز. ولذلك وجدنا بعض من يسيء التدين ويسيء إلى التدين مشهور بالشجار في الامور الدينية او الفقهية اللي هي موضع الخلاف، ولكن طب محبة الناس، الحنوة على الخلق، تواضع، الادب، مداراة السفهاء، كل هذه اداب اجمع المسلمون عليها. لما تركت ما اجمع المسلمون عليه وتبعت ما اختلفوا فيه؟
هذا مرض نفسي او مرض عقل. لكن نبينا عليه الصلاة والسلام في سيرته كان نموذجا لرجولة الفارعة. ولذلك احيانا ولي تعبيرات قد تكون قاسية، رأيت بعض الناس قلت هذا متدين دخل الدين من باب الخدم. قال لي باب الخدم؟ قلت لا، في ناس يدخلون الدين من باب السيادة، من الباب الرئيسي، باب التفكير، باب الفقه، باب العلم الواسع، باب الإدراك الناضج. أما هذا الذي يدخله من باب التقليد الأعمى أو من باب أن يتدين ليستر بعض النقائص فيه، فهذا شيء لا يمكن إلا أن يكون تدينا معلولا. كان نبينا عليه الصلاة والسلام يعرض على الناس الدين على أنه الصحة النفسية. كيف؟ أصل فعلا ثبت أن الجسم السوي والقدرة والعافية والنظارة تجعل الإنسان مفتوح الأقطار على الحياة. في أبيات للعقاد فتح بها ديوانه وحي الأربعين يقول: صح جسما فشاقت الأرض عينيه جمالا وفتنة وضياء، صح نفسا فشاهت الناس حتى كره الأرض حوله والسماء، عجبا للحياة ما صح منها جانب ترتديه إلا أساء. هذا كلام يعنيني من البيت الأول، الصحيح له منطق وموقف من الحياة. النبي عليه الصلاة والسلام كان سوي البدن، سوي المشاعر، سوي الفكر، سوي العاطفة، ولذلك عرض الدين على الناس صحة عقلية ونفسية. بينما يوجد في أديان أخرى من يعرض الدين على الناس كبتا لا أصل له، أو عقدا غير مقبولة، أو أمورا من هذه الناحية. ديننا لا يعرف هذا. النبي عليه الصلاة والسلام كان سوي البدن، وكانت غرائز الحياة فيه قوية، إلى جانب قوتها كانت انفعالات الكمال البشري. ولذلك تجده في غزوة الخندق وهو يقود المحاصرين، يحفر الخندق فيغطي التراب شعر صدره، ويخرج بطل يضرب الصخر بفأسه فيتفتت الصخر ويخرج البريق من التقاء الحديد بالحجر، فالموريات قدحا. مع هذه القوة تجده انفتاح الأمل في حياته، والكيان المبني على الصبر، كما قال دريد بن الصم عندما قالت له المرأة: تقول ألا تبكي أخاك؟ فقلت: قد أرى مكان البكاء، لكن بنيت على الصبر. مبني على الصبر، مبني على الأمل، مبني على القدرة على الحياة. فكون مدة الحصار كان رافع الرأس، قوي الأمل، متوكلا على الله، واثقا أن النتيجة إلى جانبه. فلم يكن عملاقا في بدنه فقط، لا، بل كان إلى جانب ذلك في روحانيته الفوارة وخشوعه العميق وسكينته واستقرار نفسه وثباته أمام الأحداث، كان جبلا راسيا. هذه السيرة
عندما نفقه الأحداث حب أن نقف عندها. لما جاء أكثم بن صيفي وكان رجلا من حكماء العرب وعظماء الناس قال عرف النبي عليه الصلاة والسلام طبيعته، فلما عرف طبيعته عرض عليه الإسلام بالطريقة التي تتجاوب مع ضميره وفكره، وقرأ عليه الآيات الثلاث من أول قوله جل ثانه: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فكان جواب أكثم عندما سمع الآيات: يا أخي العرب، لو لم يكن هذا دينا لكان في خلق الناس حسنا. رد جميل لا بأس ونقبل منه إلى أن يفرح الله بالإيمان صدره. كان النبي عليه الصلاة والسلام في فيضانه الروحي على الناس يملأ قلوبهم بالإيمان حتى لكأنما يرون عرش الرحمن بارزا، وكان في نضارة جسده بين الناس يسير فيترك في جو الحارة التي اخترقها أو الشارع الذي مشى فيه أثرا من مسك، لأنه ريحته حسنة بدنا وروحا ماديا ومعنويا. كان يعرض دعوته على الناس من خلال هذا الكيان الراقي أو من خلال هذا السلوك العالي. ما أجدرنا أن نتأسى بنبينا وأن نتعلم منه كيف ندعو. وسنعرض من كتابنا فقه السيرة نماذج غدا إن شاء الله لهذه النواحي في شخصية نبينا، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه وأتباعه إلى يوم الدين.